كان لقاء تواصلي ولقاء تشاوري انضمت الجماعة ديال بقربوح مع المجتمع المدني ومع مجموعة من الفعاليات في الجماعة، حضروا واحد المجموعة ديال رؤساء الجماعات. أنا أظن أن هذه سنة حميدة يجب أن تعمم على كافة الجماعات ديال الإقليم. هذا اللقاء اليوم كان صنطنا الناس، اليوم وجدوا واحد الورقة ديال العمل، وهذه الورقة هي اللي غدا تكون ورقة تفاوضية مع المؤسسات العمومية ومع القطاعات الحكومية المعنية بالتنمية في المناطق القروية. نحن كنواب للأمة سندافع باستماتة على الملفات اللي طرحت اليوم، باش على الأقل هاد الساكنة ديال الإقليم والساكنة ديال الجماعات الترابية اللي حضر اليوم تستفد من الخيرات ديال البلاد كسائر الجماعات ديال المستوى الوطني. وشكرا. شريك في واحد العدد ديال القطاعات اللي عطى الاختصاصات اللي وكلها القانون والمشرع بحال النقل المدرسي.